مشاهدينا اذا الوقت ما بيسمح لكم انه تتابعوا حلقتنا بكاملها، بذكركم بخدمه الريبلاي عبر ابل ام تي في، من خلالها بتقدروا تحضروا اي فقره من برنامجنا او اي من برامج الام تي في حسب الوقت اللي انتم بيسمح لكم. اما هلا خلينا نشوف شو عم بيصير بالدراما الاجتماعيه نصف يوم اللي عم بتابعوها معنا كل يوم الساعه 7 لربع المساء، بنشوف سوا هالمشهد. شو هيدا اللي سمعته عنك يا مهيار؟ يلي سمعته ما له علاقة بالموضوع اللي اجيتك كرماله. انت كذبت علي. انا ما كان عندي وقت اشرح لك. انت منك ظاهر من هون حتى اعرف شو هي القصة العظيمة هيدي يلي ارتكبت مشانها جريمة. جريمة؟ نعم جريمة. الناس برا قايمة وقاعدة عم تدور عليه وهو هون قاعد معنا ما عم نعرف شو في براسه. مهيار فسر لي. هلا صار لك مدري قد ايه عم تفتش عليها حتى تقتلها؟ مشان رجعها. لكن جريمة شو اللي متهمينك فيها؟ أنا ما قتلتها. ما قتلتها. أنا قتلت كرمالها. نجوم ما كلنا بنعرفهم ومنحبهم من الشاشة اللبنانية والسورية عم بيشاركوا بهالعمل، كونوا على موعد مشاهدينا مع أحداث مشوقة ضمن حلقة الليلة من نصف يوم. أما هلأ رح ناخد وقفة قصيرة ومنرجع منتابع اللايف، خليكم برفقتنا.